اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده الحلقه 20 من سلسله اسرار وخفايا حرب اكتوبر. في الحلقات اللي فاتت اللي هم 25 حلقه اتكلمنا على الصراع المصري الاسرائيلي من سنه 60. ليه من سنه 60؟ ارجعوا للحلقات هتعرفوا ان الحرب 67 ابتدت من سنه 60 ولغايه لما حصلت سنه 67 كلها موجوده في الحلقات اللي فاتت. واتكلمنا على حرب الاستنزاف واتكلمنا على حاجات كتيره جدا ونشرنا فيديوهات حصرية بالنسبة لنا ما شفتهاش قبل كده اللي عندنا، وقلنا معلومات كتيرة جدا 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 ما كانتش معروفة لناس كتيرة طبقا للتعليقات اللي انتوا قلتوها. لكن انا اتمنى من السادة المشاهدين واللي بيعلقوا يعرفوا ان مهمتنا صعبة جدا، ان احنا نبقى محايدين. يعني ايه محايدين؟ يعني نقول المعلومة كما حدثت، لا احنا بنيجي لحد على حساب حد ولا بنعايزين نلمع حد على حساب حد ولا بنطبل لحد. علشان الفيديو الاخير اللي اتكلمنا فيه على الخطط المصريه اللي اتحطت، ناس كتيره زعلت مننا ان احنا قلنا ان الخطه اللي اتنفذت هي خطه جرانيت 2 المعدله وليست الخطه مازن العاليه زي ما اتقال في مذكرات الفريق سعد الشاذلي، وده زعل ناس كتيره مننا. وكان في تعليقات مش لذيذه كتير جدا، وتعليقات احنا موجوده ترجعوا تقروها بتتهمنا بالخيانه وبالعماله، حاجات غريبه من التعليقات اللي الناس بتقولها لمجرد ان احنا بنقول حقيقه تاريخيه. ده احنا عرضنا لكم خريطة بالفيديو لخريطة الحرب الحقيقية للقوات الجوية المصرية والموقع عليها حسني مبارك بايده، وقلنا لكم مكتوب عليها خريطة جرانيت 2 المعدلة. احنا ملناش اي مصلحة ان احنا نشوه تاريخ حد او ان احنا نقول حاجة ما حصلتش. احنا بنقول اللي حصل واللي احنا متأكدين منه واللي احنا نتحمل مسؤوليته. في الفيديو ده كمجموعة 73 هدفنا تاريخ البطولات ووقف تشويه الحرب. فانا ما ماليش اي هدف، انا مش معادي لاي حد او مش ضد اي حد ومش مع حد معين. احنا مع بلدنا، يهمنا تاريخنا يبقى معروف صح. الفيديو ده ممكن يوصل لولادنا ولاخواتنا، يبقى مسؤول لما يتقال المسؤولية المجموعة 73 مؤرخين، يبقى احنا بنتحمل المسؤولية دهية وان احنا قدها وان احنا بنقول المعلومة المؤكدة بالنسبة لنا 100%. فأرجوكم لما تتفرجوا على الفيديوهات تعرفوا ان احنا ما عندناش تابوهات، ما عندناش كلام مقدس. المقدس عندنا هو القرآن الكريم فقط، فما عندناش مذكرات حد معين مقدسة ان هو قال الصح بس او مذكرات حد معين غلط. احنا اتكلمنا على الفريق فوزي وذكرنا محاسنه ودوره في إعادة بناء القوات المسلحة، ولما اتكلمنا على حرب ربيع 71 هل كان يمكن الحرب، قلنا ان الكلام مش صح اللي هو ذكره في مذكراته. فارجوكوا ادونا الفرصة ان احنا نقول اللي عندنا والوقائع اللي عندنا واللي نطلع الوثائق اللي عندنا والخرائط اللي عندنا ليكو، عشان احنا نحتسب عملنا دوت عند ربنا كأجر نقل علم. واتمنى ان ربنا يعني يتقبل منا عملنا دوت وانه يبقى في ميزان حسناتنا. طيب نتكلم في الحلقة 20 النهاردة بعد المقدمة دي، بس معلش كان لازم نتكلم فيها علشان التعليقات اللي كانت على اخر فيديو ما كانتش لذيذة خالص. النهاردة هنتكلم على عدد من الموضوعات بسرعة، هنتكلم على خطة الحرب الاسرائيلية، هنتكلم على طرد الخبراء السوفيت، هنتكلم على المشاركات العربية اللي اشتركت معانا في حرب اكتوبر، وطبعا ده موضوع هيبقى مشوق جدا للناس اللي عايزة تعرف مين القوات العربية اللي كانت معانا واللي شاركت في الحرب، بس دي هنخليها في اخر الحلقة في الاخر خالص. بسم الله نبتدي الحلقة 20. النهاردة هنتكلم يعني الجزء الاول منها على طرد الخبراء السوفيت. في اكتوبر 1972 الرئيس السادات اخذ قراره بطرد الخبراء السوفيت من مصر لاهداف سياسية ما، للضغط على السوفيت عشان يوردوا لنا الاسلحة اللي احنا كنا طالبينها ومش عايزين يوردوها لاسباب كتيرة لم يتم ذكرها بشكل مؤكد وموثق في اي كتب. يعني ما فيش المذكرات كلها ما اتفقوش على حاجه معينه، سواء الفريق سعد الشاذلي او المعارك الحربيه على الجبهه المصريه لجمال حماد او البحث عن الذات، كانت الاسباب مختلفه كثيرا على اسباب طرد الخبراء السوفيت. لكن كقوات مسلحه مصريه تنافست الصعداء على مستوى القوات الجويه، واظن انتوا تابعتونا كنا بنعمل بث مباشر مع اللواء طيار رضا العراقي، وقال لك حاله الفرح اللي كانت عندنا بعد اسقاط 6 طيارات او 5 طيارات سوفيتيه في اشتباك جوي مع الاسرائيليين، علشان الخبراء السوفيت اللي كانوا موجودين في القوات الجويه المصريه كانوا بيقدموا احباط وبيقدموا تهوين
من قدرات الطيار المصري. ولما خرج لما وقع لهم 5 طيارات في اشتباك مع الاسرائيليين، قوات الجويه المصريه كانت فرحانه جدا، ولما خرج الخبراء السوفيت كانت برضو اضافه قويه جدا لمعنويات القوات الجويه. لكن على مستوى قوات الدفاع الجوي كان خروج الخبراء السوفيت عمل لنا مشكله كبيره تم تداركها بقدرات رجال الدفاع الجوي المصري. احنا كان لسه على الخبراء السوفيت بيدربونا على بعض صواريخ سام 3 واغلب صواريخ سام 6 الوصل الجديد، كان الخبراء السوفيت بيدربونا عليها، وكان بيتم رفع قدرات بعض كتائب الدفاع الجوي من طراز سام 2 من طراز دسنا لطراز دفنا المتقدم شويه او دفينا بالاسم الروسي بتاعه لبعض لرفع قدراته. ده بناء على خبرات القتال اللي احنا اكتسبناها، طلبنا منهم رفع قدرات الصاروخ سام 2، وفي الاول قالوا لنا ما عندناش وطلع عندهم، وبرده ما قالوا لنا ما ينفعش هو ده اخره، وطلع في الاخر ان هو عنده قدرات اعلى. وجالنا في اخر 73 التطوير بتاعه اللي هو اسمه فولجا، ودخل عندنا وكان موجود عندهم وقالوا لنا ان هو مش موجود، وكان مدى اعلى وارتفاع الاصابه بتاعته اعلى، وقالوا لنا ان هو مش عندهم. لكن الدفاع الجوي المصري كان احد المتاثرين بخروج الخبراء السوفيت في اكتوبر 72. طب الخبراء السوفيت ايه قصتهم؟ جم امتى؟ احنا هنتكلم على نوعين عشان القارئ او المشاهد يفرق ما بين حاجتين مهمين جدا. اول حاجه في فرق ما بين المستشار السوفيتي اللي ابتدى يوجو بعد هزيمه يونيا ووصلوا لمستوى قائد الكتيبه او مستوى قائد السرب وانت طالع لغايه مستشار وزير الدفاع الفريق محمد فوزي، او اسف اسمه وزير الحربيه. انا فضل عندنا وزير الحربيه لغايه اتفاقيه السلام لما غيرنا من وزاره الحربيه لوزاره الدفاع، فكان في الوقت ده اسمه وزير الدفاع اسمه وزير الحربيه. وزير الحربيه كان له مستشار سوفيتي، قائد القوات الجويه له مستشار، قائد القوات البحريه، وانت نازل لغايه قاده الكتائب حتى قاده الجيوش حتى قاده اللواءات المشاه ليهم خبير، كانوا متواجدين في كل حته. واتكلمنا عن النقطه دي في فتره حرب الاستنزاف. لكن جه سنه 70 سافر الرئيس عبد الناصر سرا للاتحاد السوفيتي، سر محدش يعرفه، طبعا اتعرف بعد كده في المذكرات. الرئيس عبد الناصر سافر وقال لهم يا اما تجيبوا لي قوات سوفيتيه تدافع عن العمق المصري، احنا مش قد الطياره الفانتوم دي. كان ساعتها الطياره الفانتوم واحنا نشرنا الفيديو هننشره لكم تاني، عملت غاره وهميه فوق بيت جمال عبد الناصر، وعملت غارات فوق القاهره وكسرت حاجز الصوت، فحرب نفسيه وارهاب للشعب المصري واحباط معنوياته ان انت مش هتقدر تحارب. وطبعا مدى الطياره الفانتوم كان يقدر يوصل لكل حته في مصر، واحنا ما ينفعش ندافع عن كل حته. ان احنا قلنا المبدا العسكري اللي انتم المفروض حفظتوه معانا، ان اذا اردت ان تكون قويا في كل مكان ستكون ضعيفا في كل مكان. لو عايز تدافع عن مصر كلها هتبقى ضعيف في كل حته وهم احسن منك. فاحنا كنا خدنا القرار نحشد قواتنا كلها على جبهه قناه السويس، 167 كيلو طول قناه السويس عليهم الجيش الثاني والثالث. طب العمق بتاعنا كان العمق بتاعنا مهدد. هما كانوا عملوا عمليات زي ما احنا بينا لكم في الفيديو بتاع العمليات الاسرائيليه، عملوا عمليات في نجع حمادي، في منقبات، في اسيوط، حاولوا يعملوا عمليه نجحوا في عمليه ابرار بحري في الزعفرانه، كانوا بيهددوا من اول مرسى مطروح لغايه اسوان، وعندنا طبعا السد العالي كان محتاج ان هو يتامن. فسافر الرئيس عبد الناصر للاتحاد السوفيتي وطلب قوات صديقه. ده الاسم اللي هم جمع تحت المظله بتاعته، القوات الصديقه. قوات الصديقة كانت عبارة عن ايه؟ عن لواء ميج 21 تمركز في مطار جناكليس في الجزء الشمالي، ومطار بني سويف، وقوات دفاع جوي كان يقدر بحوالي 3 ألوية دفاع جوي اخدوا الدفاع الجوي عن العمق المصري، الصعيد مصر وغرب القاهرة، المناطق البعيدة اللي الدفاع الجوي بتاعنا مش هيقدر يحميها، ان هو مركز دفاعاته على حائط الصواريخ اللي اتكلمنا عنه قبل كده، على حائط الصواريخ اللي على قناة السويس. طيب جه الطيارين السوفيت، جه وحدات الدفاع الجوي، جه معاهم طيارات تيو 16 مخصصه للاستطلاع الالكتروني، وجا معاهم طيارات ميج 25 للاستطلاع. طيب الطيارات التيو 16 والميج 25 ما كانتش جايه عشان سواد عيوننا، لا دول كانوا جايين علشان استطلاع الاسطول السادس الامريكي واستطلاع قواعد الاسطول السادس الامريكي في البحر المتوسط. كانت محطوطه واظن الصوره باينه قدامكم، طياره هي عليها علم مصر، بس خدوا بالكم من الارقام المكتوبه، الارقام المكتوبه مش مكتوبه بخط مصري. خد بالك من الاربعه مكتوبه ازاي؟ كانها زجزاج كده. دي كانت الطيارات السوفيتيه، كان بيطير معاهم طيار مصري قاعد ورا بحيث ان هو لما بيعترضهم او تطلع جنبيهم طيارات الاسطول السادس الامريكي
بيبان تيار مصري بالملامح المصريه بتاعتنا، فبيقولوا ان دي طيارات مصري، غير ان العلم المصري بتاعها وكل طيارين قاذفات التيو 16 عارفين قصه الطلعات الاستطلاع اللي كانت بتعملها الاتحاد السوفيتي لاستطلاع البحر المتوسط، ما كناش بناخد منه اي معلومات. اخدوا قاعده مرسى مطروح البحريه بقت قاعده بتاعتهم ممنوع اقتراب المصريين منها. طلعات الميج 25 عدت اسرائيل كلها رايح جاي وعدت سينا وكانت بتصور ارتفاع عالي، والطيارات الاسرائيليه ما كانتش تقدر تعترضها او تلحقها او توصل لارتفاعها. طب يا جماعه فين الصور؟ لا ما فيش صور، احنا بنوديها للاتحاد السوفيتي تتحلل وتتحمض ونجيبها لكم تتفرجوا عليها بس وتكتب ملاحظاتك جنبيها، لكن لا تاخد نسخه منها ولا تخليها معاك، انت تبص عليها مره واحده وخلاص. ده كان التواجد القوات الصديقه في الاتحاد السوفيتي الموجوده في مصر. لما الرئيس السادات اخذ قرار طرد الخبراء السوفيت وحصلت مشاكل عليها وكانوا واخدين ذهب معاهم وبيصفروه والامن وقفهم حوارات كده ملهاش لازمه، حصلت مشكله في القوات الجويه المصريه عشان اي طياره، احنا عارفين اي طياره ليها قطع غيار وليها حاجات بتتغير على طول. اقل مثال مثلا عجل الطياره اللي ليه عدد معين من طلعات الاقلاع والهبوط، ويذكرني هنا المرحوم اللي هو طيار فاروق عليش الله يرحمه لما قال للطيارين بتوعه وانتوا نازلين انزلوا بالراحه عشان ما تستهلكش العجل كتير. ليه كده؟ علشان لما الخبراء السوفيت خرجوا الاتحاد السوفيتي قرر ان هو ياخد موقف مننا اللي هو ايه؟ يشدنا من ودنينا شويه، فابتدى يقرط على قطع الغيار اللي بتتورد للقوات الجويه المصريه. فالطيارين ابتدوا ايه؟ يحاولوا يقلل من استهلاك قطع الغيار. طب اثر معانا في ايه تاني؟ هنا بقى كانت المشكله الكبيره في قوات الدفاع الجوي. المعلومه الفنيه اللي بعض الناس ما تعرفهاش ان الصاروخ في الفتره دي كان له وقود، الوقود سائل مش وقود صلب، الوقود السائل دوت ليه فتره صلاحيه. فلازم على طول يبقى الوقود بتاعك شغال، لو فتره صلاحيه خلصت هتعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما هتروح للسوفييت تبتدي تسالهم عايزين الوقود بعتولك او ما بعتولكش، او ان انت تحاول ان انت تعمل الوقود هنا. حرب اكتوبر ما كانتش هتقوم لولا شخص اسمه دكتور محمود يوسف سعاده. ده اسطوره حرب اكتوبر. ليه بقى؟ هنتكلم فيها دي بالتفصيل. الراجل ده ما اخدش حقه اعلاميا لغايه لما توفى، واحنا نشرنا قصته وفي ناس كتير نشروه عننا، واحنا نقلناها من الله يرحمه اللواء عكاشه الاب الروحي لمجموعه 73 مؤرخين. بدون وقود الصواريخ مفيش صاروخ سام 2 اللي هو 85% من حائط الدفاع الجوي، وبدون صواريخ سام 2 مفيش حائط دفاع جوي، وبدون حائط دفاع جوي مفيش حرب اصلا، لان زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت ان قواتنا هتعبر تحت مظله حائط من قوات الدفاع الجوي هيحمينا ويحمي قواتنا، عشان احنا معترفين وزي ما قلنا كل مره ان قواتنا الجويه اضعف من القوات الجويه الاسرائيليه كما وكيفا. فمعنى كده ان بدون وقود الصواريخ مش هنقدر نحارب. المشكله دي المخابرات بعتتها لمركز قومي للبحوث وقفل على نفسه الدكتور محمود سعاده، قعد فتره لغايه لما طلع بوقود مصري للصاروخ سام 2 وتم انتاج منه كميات وحاربنا بالوقود المصري. ده راجل يستحق ان احنا نشير ليه ونعرف اسمه كويس، علشان لولاه ما كانتش حرب اكتوبر هتقوم. لكن ده كانت نتيجه مباشره لطرد 7014 خبير سوفيتي كانوا موجودين عندنا. فبعد طرد الخبراء السوفيتي اللي هم 7014 واحد، ظل هنا عشان برضو للتاريخ، ظل الخبراء اللي عاملين على تدريب بعض صواريخ سام 6 وكل الخبراء المشتركين في تدريب المصريين على صواريخ الارض ارض من طراز سكود. فده اللي فضلوا، لكن للاسف مش معروف عددهم كام، لكن كانوا موجودين. وبرضه شيء بالشيء يذكر ان بعد قيام حرب اكتوبر واعلنا طيارين اسرى اتاثروا في اسرائيل، بعض وخصوصا طيارين الهليكوبتر اللي اتاثروا، بعض من استجوبهم هم الخبراء السوفيتي اللي كانوا موجودين في مصر. فدي معلومه احنا قالها لنا طيارين ان هو تم استجوابهم بواسطه بعض الخبراء اللي كانوا موجودين في المطار وعارفوا شخصيا ليه بيستجوبوا في اسرائيل. فمن الواضح ان هم طلعوا من مصر سنه 72 على روسيا، ومن روسيا بعضهم هاجر او بعضهم راح عقد عمل في اسرائيل الله اعلم، بس كان بطن القوات الجويه المصريه وبطن الدفاع الجوي المصري موجود عند اسرائيل بواسطه الخبراء السوفيتي، لدرجه ان الخبير السوفيتي بيسال الطيار
الدشمن رقم كذا اتصلحت، فلان الطياره رقم كذا اللي ما كانتش بتطير طارت، فلان كان عيان خف، اكنهم كانوا قاعدين معاهم يوم بيوم ساعه بساعه. فدي برضو بشيء بالشيء يذكر. احنا كده دي الجزئيه بتاعت القوات الصديقه اللي جت من سنه 70 لغايه سنه 72، ورغم ان كان ليهم دور في الدفاع عن العمق المصري وكان ليهم دور قوي، لكن كانوا عنصر هدام في القوات الجويه وعنصر بناء في قوات الدفاع الجوي. اظن اكتر من كده حياد احنا بنتكلم، اللي له حاجه بنقولها اللي عليه حاجه بنقولها برضو. بننتقل دلوقتي لجزئيه اخرى في كلامنا على سلسله اسرار وخفايا حرب اكتوبر، وهي الخطط الاسرائيليه اللي كانت محطوطه علشان الدفاع عن خط بر الليف وعن الدفاع عن سيناء. الخطه الاسرائيليه كانت بالظبط في ثلاث خطط اسرائيليه، خطه جويه اسمها القلب الشجاع، وفي الغزاله وبرج الحمام للقوات البريه. طب الخطه الاسرائيليه كانت بتقوم على ايه؟ عارفين المصريين هيهاجمونا، عارفين المصريين هيهاجموا عشان يحاولوا يحرروا سيناء. ومذكرات اليعازر رئيس الاركان الاسرائيلي قال ان سنه 72 كان عندهم الخطه المصريه للعبور كامله، وان اللي حصل في الحرب 95% من الخطه اللي عندهم. دي جزئيه هنوصل لها بعد كده ازاي الخطه وصلت له، واحنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في فيديوهات خارج السلسله بس هنذكرها. طيب انت عايز تدافع عن سيناء، هتدافع عن سيناء ازاي؟ قال لك اولا احنا هنقبل ان المصريين هيفكروا ان هم يعبروا القناه. وخد بالك واحنا بنتكلم طريقه الكلام هو بيفكر ازاي. قال لك اول حاجه احنا هنقبل ان المصريين ممكن يعبروا وممكن يعملوا جسر، راس جسر او اتنين، واحنا اتكلمنا يعني ايه راس جسر في الحلقه اللي فاتت. لكن احنا خط بارليف هيصمد كده كده، هيبتدي الطيران في اول 24 ساعه له هدفين اتنين بس. الاولاني ان هو يضرب المطارات المصريه كلها زي 67، وبعد كده يتحول ان هو يضرب وحدات الدفاع الجوي على خط القناه كلها. يبقى كده بعد 24 ساعه الطيران المصري والدفاع الجوي المصري خرج بره الحرب. هيبدا يعمل ايه بعد كده؟ يتوجه الطيران يضرب القوات اللي عبرت شرق القناه. حلو؟ ماشي. وبعدين؟ قال لك مش هنضرب الكباري المصريه، لا احنا هنستخدمها علشان نعبر على القناه ونحتل بورسعيد واسماعيليه والسويس، ونفتح قناه السويس بعد كده تبقى قناه ملاحيه اسرائيليه. دي الخطه اللي هم فكروا فيها. قال لك لما المصريين يهاجموا احنا هيبقى الهجوم بتاعنا ازاي؟ طيب هو عايز ايه؟ قال لك عشان الخطه دي تنجح لازم يبقى في انذار على الاقل 48 ساعه. لما هنيجي نتكلم على الانذار دهوت هنتكلم عليه في الحلقه الجايه، ودي هيبقوا حلقتين، اللي هي خطه الخداع، خطه الخداع من الجانب المصري، والمفاجات في خطه الخداع في الجانب الاسرائيلي اللي احنا ما نعرفهاش، وهنعرف ان هم ازاي شافوا وما فهموش، وازاي يعني كان في داخل اسرائيل حد قدر ان هو يساعدنا علشان خطه الخداع المصريه تنجح. يبقى دي خطه الاسرائيليه اللي هم عملوها، بسيطه جدا، بتعتمد على غبائهم وبتعتمد على الغرور اللي عندهم. خط بارليف ان هو هيصمد وان هم هيقدروا ان هم يدمروا الطيران المصري والدفاع الجوي المصري زي سنه 67 وتبقى السماء بتاعتهم، ويقدروا بعد كده يعبروا ويحتلوا اسماعيليه والسويس وبورسعيد وقناه السويس كمان يفتحوها. لازم نزود حاجه مهمه جدا، ان في مايو 73 وطبقا لمذكرات مشير ديان ان هو تقدم لرئيس الاركان ديفيد بن اليعازر، او زي ما هو معروف عنه اسم دادو، قال له عايزك تحط خطه علشان نعبر قناه السويس ونحتل مدن القناه ونفتح قناه السويس. ده من غير حرب اكتوبر خالص، ده هو عايز خطه هجوميه جديده ان هو يعبر ويحتل الثلاث مدن ويفتح القناه. يعني معنى كده ان لو ما قامتش حرب اكتوبر هما كانوا هيحاربونا تاني. الوضع اللا سلم ولا حرب اللي قال عليه هيكل ما كانش هيستمر. فده الخطه الاسرائيليه بكل بساطه اللي تم وضعها علشان يقاوموا الهجوم المصري القادم. لكن لازم تفتكروا كويس جدا الخطة دي هنتكلم عليها بعد كده خلال سردنا الحرب اكتوبر، هنتكلم ليه هم عملوا ايه منها وليه هم حطوا الخطة ديت على اي اساس، هيجي مع سرد الاحداث وهنفتكر هم كانوا حاطين ايه وعملوا ايه ونجحوا في ايه وما نجحوش في ايه. هننتقل للنقطة الاخيرة في حلقتنا النهاردة اللي هي بتتكلم عن المشاركات العربية في حرب اكتوبر. طبعا الموضوع ده واخد جدل كبير جدا على الانترنت، في دول
بتدعي ان هي شاركت في الحرب، وفي دول بتدعي ان هي كانت داخله تل ابيب لولا ان المصريين منعوهم وما دخلهمش تل ابيب. كلام ما لا يصح ان هو يتقال من ناس انا واثق 1000000% ان هم مش عرب، ودي شغل الوحده 8200 الاسرائيليه اللي بتحاول توقع العرب في بعض. لكن احنا هنا يهمنا ان احنا بنذكر التاريخ، ومش خلال سردنا للاحداث مش هنبخل حق حد، ومش هنبخل على دور اي دوله عربيه عملته معانا وقفت معانا. لكن حد يقرب على تاريخنا وان هو يحاول يدعي بطولات لم تتم علشان يعمل لنفسه تاريخ عسكري عشان هو ما عندوش تاريخ، لا احنا بنوقف له وبنرد عليه بكل ادب واحترام ووثائق. وساعات فيديوهات من نفس الدولة اللي طلع منها الكلام بتقول حقيقة، لكن هما ما بيحبوش يشوفوها. طيب ايه القوات العربية اللي كانت موجودة عندنا يوم 6 اكتوبر الصبحية؟ احنا كان عندنا قوات من 3 دول عربية. كان عندنا كتيبة حرس وطني فلسطيني موجودة في منطقة فنارة وجنيفا اللي هي غرب القناة قدام البحيرات المرة ما بين الجيش الثاني والجيش الثالث. دي كتيبة حرس وطني تسليحها خفيف، اسلحة فردية واربجيهات. كان موجود لواء اليرموك، ده لواء كويتي المفروض ان هو لواء ميكانيكي، شارك معانا في الحرب من بدايتها وكان موجود. لما حصلت الثغره انسحبت القوات الكويتيه بدون قتال، وكانت بتنسحب على محور في اتجاه القاهره بالليل، وكانت منوره الانوار العربيات بتاعتها، فهاجمتها طيارات فانتوم اسرائيليه واستشهد 11 واحد. وكانت المقولة الشهيرة ليهم هذه ما حرب هذه جهنم، فهم ما شاركوش في القتال ولم يطلقوا طلقة واحدة، وللأسف استشهد ليهم 11 شهيد أثناء الانسحاب، إن ما حدش بينسحب في وقف جوه أرض معركة ومنور أنوار العربيات. القوة الثالثة اللي كانت موجودة ودي كانت معانا من مايو 1973 كان سرب من الطائرات هوكر هانتر العراقية، وده اشترك معانا من بداية الحرب لنهاية الحرب. كانوا 20 طيارة، حوالي 100 فني وموجه جوي حضروا بالاتفاق ما بين رئيس الأركان العراقي والفريق سعد الشاذلي، بعد لما مبارك قائد القوات الجوية زار العراق واعجب جدا بالطيارات الهوكر هانتر. احنا طلبنا منهم ان هم يشاركوا معانا بسرب تمركز في قاعدة اويسنا، وكانت 20 طيارة. للأسف خسروا 8 طيارات، استشهد 3 طيارين وأسر 3 ونط 2 وخسروا 8 طيارات. لكن طبقا لمذكرات الفريق سعد الشاذلي ان كانوا قبلوا بلاء حسنا، احنا سجلنا عدد من الطيارين العراقيين ونشرناه في موقعنا، ونشرنا فيديوهات للطيارين العراقيين بيتكلموا. كان فيلم أبابيل حياة الضربة الجوية، تشرفنا ان كان معانا اللواء طيار علوان العبوسي احد اللي شاركوا في حرب اكتوبر بس كان على الجبهة السورية، اتكلم على دور القوات العراقية الجوية الباسلة في المشاركة مع القوات المصرية في حرب اكتوبر كاملة من البداية للنهاية. لكن للأسف انا مش عارف ليه تاريخنا والتصريحات اللي خرجت بعد حرب اكتوبر في الاحتفالات لم يتم ذكر دور القوات العراقية والسرب العراقي، وبرضو مش عارف ليه القوات العراقية او القيادة العراقية طلبت سحب السرب العراقي قبل نهاية الحرب، يعني كانت بعد وقف اطلاق النار بفترة، لكن كنا احنا عايزينه يستمر، لكن القيادة العراقية اصرت على سحب السرب، يمكن عشان الخسائر في الجبهة السورية كانت كبيرة وكانوا محتاجينهم هناك الله اعلم. لكن رجعت الطيارات المصرية بعد ما تم تكريمهم هنا من الفريق طيار حسني مبارك، وبعد ما منحهم الرئيس السادات نوت الشجاعة من الدرجة الاولى تقديرا لبطولاتهم اللي هم عملوها. محصلة الموضوع ان كان يتواجد قوات فلسطينية، كتيبة فلسطينية، لواء مشاة ميكانيكي تقريبا مشاة ميكانيكي كويتي لم يشارك في القتال. القوة الوحيدة اللي اشتركت معانا في الحرب من اول طلقة لغاية نهاية الحرب هو كان السرب العراقي من طائرات الهوكر هانتر، ده اللي شاركوا معانا في القتال فعلا وكانوا موجودين في ساحة القتال. في نهاية الحلقة اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، كانت مبسطة وسريعة، اتكلمنا على القطط الاسرائيلية، اتكلمنا على طرد الخبرة السوفيت، اتكلمنا على القوات العربية اللي كانت موجودة عندنا. اتمنى ان انتوا تنشروا الحلقة، اتمنى ان انتوا تتابعونا. الحلقة الجاية هنتكلم بالتفصيل الممل على خطة الخداع المصرية، ما حدث على الجبهة المصرية وما حدث على الجبهة الاسرائيلية بالتفصيل، علشان دي حاجة كبيرة جدا لازم تعرفوا ان نتيجة الحرب كانت بتتوقف على نجاح خطة الخداع، ولازم تعرفوا ان الوطننا
ولجيشنا تاريخ يستحق أن يروى، فإرووه وحافظوا عليه. شكرا.